منفذ سلوى وهذا مدخل قطر يبصم لأن مسوين بصمة نظام جديد وكذا. ودخلنا قطار والحمد لله. وهذه الدوحة قطر. Chicken or beef? Beef. Yeah. Mustard and ketchup. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع إشراقة صباح يوم 30 ديسمبر 2023. الساعة الآن 6:30 صباحا، أجواء جميلة لطيفة، ويقال بل هو حقيقي ليس يقال بل شاهدنا الأمطار الغزيرة في القصيم وفي مناطق الشمالية وحفر الباطن، والله يجيب الخير وموعودون إن شاء الله أن تصلنا هذه الأمطار. اليوم إن شاء الله عندي رحلة إلى قطر. قطر سبق أن سافرت لها في رحلة اسمها قطر في يوم مطر، والله يجيب الخير والله يجيب المطر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الوعب وعلى يساري مجمع حياة بلازا، هذا مو حياة بلازا.
31 ديسمبر 2023، يوم نهاية السنة الميلادية. المكان خلال القطيفية، قطر، الساعة 4 صباحا. الجو جميل والرذاذ على الزجاجة الأمامية، الأجواء حلوة. الأجواء حلوة وجميلة. يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله. الجو بارد جميل. النور هذا انعكاس القمر على السحاب، في سحاب وفي قمرة، واللي يشوف السماء يفكر هذا نور، هذا مو نور. الفجر لسه ما باقي على الفجر يمكن نص ساعة أو أكثر شوي.
الله أكبر.
هذا شاطئ ابو سمره. تواجد عمال للنظافة يعني ما تحصل ورقة على الشاطئ، تنظيف الشواطئ العمال متواجدون يعني بوفرة هنا ينظفون كل شيء في الشاطئ. تمشي في شوارع قطر، هذا الشارع أبو سمرة من تدخل قطر لين داخل قطر مسافة 100 كيلو ما تجد شيء في الأرض. ما تشوف ورقة ولا غرشة ماي ولا كيس ولا كل شيء نظيف. الساعة الآن 6:36 دقيقة صباحا. ما شاء الله الأجواء صارت جميلة والمطر صبر زاد. أجواء جميلة جدا. وهذا جمرك أبو سمرة أمامنا مباشرة. ما شاء الله تبارك الله الأجواء جدا جميلة والرياح نشطة. المنفذ هدوء في هذا الصباح. والحركة خفيفة. وطلعت من قطر متوجه إلى السعودية. الآن في المنطقة المحايدة بين السعودية وقطر. متوجه إلى السعودية. والأجواء جميلة. الجو بارد معتدل وسحب خفيفة. هذا الجمرك السعودي. المدخل. الأجواء ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الأجواء رائعة اليوم.
بطاقه الخروج الدخول الى السعوديه، ودخلنا السعوديه والحمد لله. اول 10 متر من الاراضي السعوديه مع الفريق الاخضر. هذه سلوى الصباح الباكر الساعة 7 صباحا. وهذا سوق سلوى الشعبي من الصباح الباكر. سوق سلوى الشعبي زي الافتماني، او هم يمكنهم هم نفسهم يتنقلون منه ومنه، توهم يفتحون. ما شاء الله فواكه وخضار وملبوسات وفرشات وتكايات، أشياء جميلة على الصباح الباكر. وهنا قسم الفواكه على كم البرتقال؟ البرتقال هذا 15 شيء. وفندي؟ فندي 15 شيء. جيب واحد واحد. يلا انا اجي. اي نعم، يلا توكلنا على الله، ناخذ من اهم بطاط وفندي وبرتقال. السلام عليكم. هذا كم ما فندي هذا؟ هذا ايش؟ هذا افريقي، هذا سوق. اها. طيب جيب واحد افريقي وواحد، هذا ايش؟ سوري. جيب واحد سوري وواحد افريقي. فراوله كم فراوله؟ 5 ريال. كرتون كم؟ كرتون 35. كم حبه؟ 10 حبه. طيب جيب واحد. برتقال كم؟ 35 الى 25. يلا جيب واحد. يلا هذاكم مدرة كم؟ مدرة 10. جيب واحد. بطاطس كم؟ ها؟ 10 15 20. هذا كم؟ 15 20. هذا كبير؟ هذا كبير. وخر شوف كله نفس الشيء هذا؟ لا كله نفس الشيء. لا يعني كله قلي بطاطس. شوف هذا. جيب حبة كبيرة كذا. حبة كبيرة واحد واحد ولا اثنين؟ جيب خمسة. خمسة ان شاء الله. شوف كله كبير كذا. هذا ثوم صيني؟ ثوم صيني. ما في حساوي؟ حساوي ما يجي، حساوي يجي مثلا 90 كيلو. هذا شهر بعد يجي مثلا. شهر بعد يجي مثلا. لا فلفل كم؟ 15. بس حساوي هذا. وهذا فلفل كم؟ وين يبغى؟ هذا كيلو 20. كيلو 20. بعد هذا كيلو 20. هذا حار ولا بارد؟ نص نص. ليمون كم؟ هذا 5 ريال. هذا 5 ريال. في ابو فلين 15. وين فلين؟ لا هذا ليمون.
بعد بجزر جزر يبقى جزر هذا بقى 15 ريال 5 كيلو ما فيش كابي يشوف 15 اي بس واجد هذا 5 كيلو هذا لا واجد ما بقى ابقى كم كيلو ولا كيلوين كيلو 2 كيلو بطل خلاص هذا ايش؟ خيار كم خيار؟ خيار كم تشتري؟ جوفر جيب واحد جوفر جيب واحد خيار ما شاء الله اليوم ها جبت تفاح 2 كيلو كيلو كم؟ كيلو 10 شيل صفار هذا اوه واجد 10 ريال 30 دفعت اول شيل صفار دفعت في موجة 10 ريال شوف في 10 ريال هذا صفار كم؟ صفار 30 صفار 30 صفار شيل صفار هذا الله يهديك انا بافعك انا خلصي يلا خلاص خلاص بصل اخضر كسبرة بقدونس انا هاي هاي ايش هذا بصل هذا بصل عدة بصل عملاق هذا كبير يلا يلا ركب 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 يلا يلا يجي ريحة واجد قوي هذا يلا ركب سيارة كم كم حساب؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله كيوي هذا كيف كيوي هذا شوف بسم الله ما شاء الله شوف ماي متروس اي ما شاء الله ما شاء الله بسم الله هلو مية مية اي زين الحمد لله وحان الان وقت الفطور نروح نفطر ان شاء الله في هذاك المجمع اللي هناك اي مطعم رومانسي الشرقيه بجوار المركز الاخضر هذا طريق الامارات يلا الحمد لله دخلنا طريق الامارات هذا طريق الامارات جميع السيارات هذه التريلات المتوجهه هنا رايحين الامارات وهذه الشمس هذا مجمع هذا مطعم رومانسي شرقية ما أدري يسوي فطور ولا لا بس خبرة يعني اللحم عنده بلدي وكذا نشوفه إن شاء الله
شكله غدا بس. متميز بالاكلات السعودية. عفا طلع مسكر ما يشتغل الصباح. يلا مش مشكلة. اكيد في الخلف فيها مطاعم. ما شاء الله تبارك الله. ايش عندكم من الخيرات؟ كم هذا؟ اثنين. اشوف اللحم الله يعافيك. اثنين؟ ايوه الشكشوكه واللحم. كبده ما شاء الله واللحم. هذا لحم طماط. في لحم قلقل؟ كم هذا؟ اثنين. ها؟ وين؟ لا هذا مقلقل وين؟ هذا دجاج ها؟ شكرا يا لحم مفروم وتونه ما شاء الله لا اعطينا شكشوكه اعطيني شكشوكه اثنين ايوه اثنين شكشوكه ايوه وسوي لنا واحد فلافل بعد الله يعافيك السلام الله يسلمك هاي تفضل بسم الله عندك فلافل زين عبد الله يسلمك شطة؟ لا بدون شطة حقا ان الاجواء جميله الى الخبر سلوى الجديد والله شكله يعني خلاص على وشك دخلته وحاطين اللوحة في لوحة بس لحد الآن مغطينها ومثل ما تشاهدون هذا طريق سلوى الجديد هذا يوديك على العقير على هبمون باختصار تقريبا 100 كيلو عن طريق سلوى القديم طبعا هو مفتوح لكن مسكرينه ما يخلونك تدخل شوفوا حاطين صبيات هنا وكذا ما تدخل لين يكتمل الطريق وكذا ولو خلاص جاهز يعني عادي ممكن نسافر عليه الان في سيارات شوفوا في سيارات قاعدة تجي من جنب الطريق من هناك وكذا يعني اللي معاه دبل بيدبر اموره شوف ذاك الجيب اللي يمشي بمحاذاة الشارع نازل من الطريق الله المستعان وصل السمك من تسمعون الرنة هذه تعرفون ان السمك وصل وهذا السمك عروض ابو هادي السمك وصل اللهم صل على محمد وآل محمد صب عليكم أبو هادي يقول لك وصل السلم ما شاء الله مقاسات 5-6 وين مال الفليه على 60 الكيلو وعندنا الربيان وسط ومخلوط أحمر ثلاجة على 780 ريال وأربعة كيلو بمية وعندنا وسط ومخلوط بصغير الثلاجة على 600 ريال واربعة ونص بمية وعندنا العروسة مقاسات على كيفك اليوم ابو كيلو ونص كيلو وين اللي على 30 كيلو وعندنا العندك يولع ما شاء الله الحي هي على 45 وعندنا الشقر ما شاء الله الحي هي
على 45 وعندنا حبة نقرور على 45 وعندنا السبريم على 40 الكيلو. حياكم عند بادي اتصل نصل موقعنا تاروت. كان معكم ابو هادي من تاروت. اللي معاهم دبل يدبرون حالهم، اللي معاهم دبل يدبرون حالهم، واللي ما معاهم دبل يمشون على الاسفلت. كيف استميل الى وصالك؟ يلا الله يجيب الله خير ان شاء الله، كلها ايام معدودات ان شاء الله، ويفتح الطريق ويصير نروح ونرد معه. يعني الطريق مكتمل بس الشركة يعني مسكرينا عشان لين يكملون الشغل، مسوين في مداخل ومخارج. هذا اللي بيرجع على طريق سلوى، ومناك اللي بيروح لسلوى، وهذا كبري هنا جديد، كل هذا مع الطريق الجديد. وهذه اللوحة مسكرة، شوفوها عليها قطعة قماش لين يتم الافتتاح، تظهر المعلومات اللي فيها والمسافات. والمشروع كبير هنا. نعم، مداخل ومخارج من جميع الجهات. شريان رئيسي هذا الطريق بيصير. أول ما تطلع من سلوى إلى باقي المناطق بهذا الطريق الصحراوي. وأكثر طريق صحراوي هذا الطريق، يندفن في أوقات لما يصير فيه رياح شديدة وفي موسم البوارح الطريق هذا دائم يندفن. لولا يعني الخدمة على الطريق والصيانة على الطريق والآليات على مدار الساعة ولا كان يتقفل الطريق هذا، لكن ما شاء الله تبارك الله إدارة الطرق والصيانة والتشغيل يعني على مدار الساعة. هنا معدات متواجدة لما يصير فيه رياح أول بأول ينظفون الطريق بالشياول وبالمعدات. ما شاء الله، ورغم ذلك الطريق جميل صار حقيقة. راح الاند كلوزر لف امام كاميرا ساهر وصورته، قرب منها واجد عشان يعني ما ادري فكرته، يمكن اتوقع على اساس تطلع الصوره منغبشه ما تصير واضحه او ما الكاميرا ما تصيده، لكنها صورته. ورغم يعني الطريق هذا الصحراوي يعني بالرمال وتطلع الرمال، لأنه طريق جميل حقيقة في المرتفعات، مرتفع ونزول، وخصوصا لما تصير الأجواء فيه مثل اليوم كذا سحاب ومطر. حتى الطريق الجديد ممتع في الأجواء الجميلة في المطر. يعني سافرت عليه أنا يمكن قبل سنة تقريبا، كانت تجربة كان ممتع حقيقة الطريق.
شوفوا الرمال كيف على جانب الطريق بكثرة، كلها تنزل للشارع هذه في حال لما يصير رياح. القثبان الرملية هنا طالعة على الشارع، يعني أنا عديت المكان الرمل على الشارع بس ما صورته، لكن شوف الجبال كيف بمحاذاة الشارع، الجو فيه يعني مطر قبل أجي هنا كان فيه مطر مبين الطريق، الطريق مبلول لكن ما في مطر الآن والله كريم. الخبر والحمد لله، هذه العزيزية أحياء العزيزية طريق العزيزية، اليوم 31 ديسمبر 2023 والساعة 11:15 صباحا، الأجواء جميلة لطيفة وأمطار فيه في الطريق لكني ما لحقت عليها، الطريق كله ممطور تقريبا من طريق سلوى حتى هنا. لا تنسونا من الاشتراك والتعليق ومشاركة الرابط ودعمكم، ودعمكم نستمر بارك الله فيكم، والله يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا لكل من دعمنا بالتعليق وبالمعنويات وبالكلام الطيب، بارك الله فيكم جميعا، إلى لقاء آخر، أخوكم عادل اليامي أبو صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.